لوحات على قطع من العلكة في بريطانيا، ورقصة لأوباما في الهند، ومغامرة جديدة للرجل العنكبوت في سنغافورة، وانتقام ثور في كولومبيا. كل هذا في جولتنا حول العالم هذا الأسبوع. لوحات صغيرة الحجم صارخة الألوان تنتشر في أزقة بريطانيا في كل مكان، فهذا الفنان يفترش الشوارع ليرسم اللوحات، وتحديداً على قطع من العلكة الملتصقة على الجدران وفوق أسفلت الطرقات. الفنان أخذ على عاتقه أن يخرج من القبح الجمال، ليترك وراءه بصمات تتحدث عن عاشق الفن وعدو الإهمال. أصحبكم الآن إلى الهند لمشاهدة رقصة شعبية تقليدية، أداء زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ميشيل أبلت بلاء حسنا، ما دفع أوباما إلى تجربة حظه. ففي الموسيقى والرقص والغناء لا فرق بين العامة والساسة إلا بالأداء. مغامرة جديدة للرجل العنكبوت ألان روبير الفرنسي المهووس بتسلق القمم الشاهقة. هذه المرة عجلة سنغافورة الدائرة، أعلى عجلة مراقبة في العالم، ارتفاعها 165 متراً. روبير استغرق 40 دقيقة في التسلق، فلا حدود لرغبته الدائمة في التألق. والآن إلى حلبة المصارعة أو دائرة الانتقام، فهذا الثور قرر الانتقام لفصيلته، انتقام يهدد الحياة والأهم يثير الحرج. لكن المصارعة تسلح بقطعة قماش قذفها أحد المشاهدين واستمرت المعركة، فكلاهما يبغي الدفاع عن كرامته. غادة ناصف، BBC.